بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، حياكم الله أيها الضيوف الكرام. لا بد لي في هذه البداية، بداية هذه الجلسة، أن نتقدم بالشكر إلى المملكة الأردنية الهاشمية ملكا وحكومة وشعبا لموافقتهم على إقامة هذا المؤتمر العلمي في هذا البلد الطيب. وأتقدم بالشكر كذلك لكل الضيوف الكرام الذين شرفونا بالحضور في هذا المؤتمر، ولا سيما من المشاركين بالبحوث الذين قدموا أوراقهم البحثية إلى هذا المؤتمر. والشكر موصول لجميع المشاركين، لجميع الحضور، وجميع من نظم هذا المؤتمر بلجانه المتعددة، من اللجنة العلمية إلى اللجنة التنظيمية وإلى اللجنة الإعلامية. ولا يفوتني أن أشكر قناة الرافدين التي تقوم بتغطية ونقل هذا المؤتمر. الحضور الكرام، قبل البدء بأعمال هذه الجلسة، واسمحوا لي بدقائق معدودة بتوضيح بعض الأمور التنظيمية التي لا تتعلق فقط بهذه الجلسة وإنما جلسات المؤتمر عموما. هذه الأمور هي تكملة أو استكمال لبقية الجهود السابقة التي بذلت لإقامة هذا المؤتمر. فمن أجل إنجاحه لا بد من النظر إلى جملة من الأمور. فقد مضى النصف تخطيطا وبحثا وكتابة وتنظيما، وجاء اليوم لبدء بهذه الجلسات، وغدا وبعد غد أيضا جلسات أخرى. فهذه الجلسات هو النصف الثاني من هذا المؤتمر، من هذا العمل المبارك. ونسأل الله تعالى أن يكلل جهود الجميع بالتوفيق والسداد، وأن يجد الجميع ثمار عملهم هذا في الدنيا والآخرة. الإخوة الأكارم، من أهم ركائز نجاح المؤتمرات هو عامل الوقت، ومن منطلق الترتيب للوقت وتوزيعه توزيعا ناجحا، فأقول: أولا، قدمت إلى هذا المؤتمر العديد من البحوث، وفي الكراس ترون أن هنالك مسجل قبلت 85 بحثا. فنظرا لهذا التعدد الكثير والمحاور المتعددة وضيق الوقت، فقد رأت اللجنة بعد التشاور مع الكثير من الباحثين أن يقوم أغلب الباحثين من أعضاء هيئة علماء المسلمين وآخرين بالتنازل عن وقتهم للضيوف الآخرين، سيتنازلون من وقتهم عن إلقاء البحوث، وستجمع جميع البحوث في كراس أو في كتاب المؤتمر حينما يطبع بإذن الله تعالى. كما أن هنالك، رغم هذا التنازل ورغم تعذر حضور بعض الأعضاء الآخرين المشاركين، إما لصحة، يعني أعذار صحية أو إدارية تنظيمية أو غيرها، إلا أن البقية بقي لدينا عدد كبير من الباحثين الذين سيشاركون في تقديم بحوثهم وملخصاتهم. انطلاقا من هذا أنتقل إلى ثانيا، فأقول أن انطلاقا من روح العمل الجماعي والحرص على المصلحة العامة التي هي مقدمة على الأنا والمصلحة الخاصة، فنتوقع من جميع الباحثين الالتزام بالوقت المحدد لكل باحث. فالجميع يدرك أن الباحث له رغبة ربما بتجاوز بعض وقته المحدد، رغبة منه بأنه يعطي أو يقدم أفكارا أكبر وإيضاح لجهوده التي بذلها في هذا البحث. لكن بالتأكيد هو لا يقصد أن يأخذ ويسرق من دقائق بقية الباحثين ولا اللجان التنظيمية، إدراكا منا بذلك. لكن نحن نسعى إلى أنه يكون هنالك تنظيم وترتيب حتى لا يكون هنالك تجاوز على أوقات الآخرين. نحن ندرك أيضا
أن الباحث الحذق هو الذي يحسن التلخيص وإعطاء اللب والتركيز على النتائج، وهو الذي يراعي وقت بقية إخوانه، يحب لغيره وما يحب لنفسه. ولذا لا نريد أن يتصور أحد أن رئاسة اللجنة حينما اللجان أو الجلسات عفوا حينما تقوم بهذا التحديد، تحديد الوقت، هي للتقليل من جهد الباحثين ولا الانتقاص من عملهم ولا من مكانتهم العلمية، وإنما هي فقط من باب القضية الترتيبية والتنظيمية، وحرصا على أن يكون هذا المؤتمر نموذجا للالتزام بالوقت وحسن إدارته بتعاون الجميع إن شاء الله تعالى. الأساتذة الكرام، جلستنا الأولى هذه هي بعنوان الإطار المفاهيمي والتفسير وعلوم القرآن، وكما هو مسجل لديكم فإن هنالك 8 باحثين مسجلين في هذا المحور، لكن استأذننا من 3 من الإخوة فسنكتفي ب5 باحثين لتقديم بحوثهم، ونستأذن من الإخوة الدكتور عثمان راشد مجيد المحمدي، وهو أستاذ في كلية الإمام الأعظم في العراق، وقدم بحثه بعنوان الشيخ عبد القادر الخطيب وجهوده في علم القراءات. كما نستأذن من الدكتور عمر فريد النقيب، وهو عضو مجلس شورى هيئة علماء المسلمين في العراق، والذي قدم بحثا بعنوان جهود العراقيين في خدمة التراث الإسلامي في حقلي التفسير وعلوم القرآن في القرن 4 الهجري. كما نعتذر أيضا من الدكتور عبد المنعم جمعة صالح التدريسي في كلية الإمام الأعظم بالعراق، الذي قدم بحثه بعنوان الاتجاه الهدائي في تفسير رشيد الخطيب الموصلي. فنشكر لهؤلاء الباحثين ولغيرهم على جهدهم، وستطبع كما قلت ونوهت قبل قليل جميع البحوث في كتاب المؤتمر إن شاء الله تعالى. التزاما أو انطلاقا من تحديد الوقت الذي ذكرته، فأتمنى على كل باحث أن يلتزم ب10 دقائق لتقديم فكرة بحثه، ليس تقديم البحث بالتأكيد، وإنما الفكرة من هذا البحث، الخلاصة أهم النتائج. ثم بعد الانتهاء من الأساتذة الباحثين سنتيح الفرصة لأعضاء أو للبقية المشاركين بمداخلات سريعة أو أسئلة محددة. أيضا من باب التذكير، سيكون عندنا لدينا بعد هذه الجلسة فترة استراحة، ثم بعدها تعقبها جلستان إن شاء الله تعالى، في الجلسة في الساعة 2:30، ثم الجلسة 3 في الساعة 5 عصرا. نبدأ بالبحث الأول الذي هو بعنوان مفهوم العصر الحديث ومتعلقاته العلمية والفكرية، حيث سيوضح لنا الدكتور مثنى عبد الله، وهو كاتب وباحث مختص بالعلوم السياسية، فكرة أو شرح لعنوان المؤتمر، أو انطلاقا من شرح هذا العنوان، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ الفاضل الدكتور مثنى الضاري، الأمين العام لهيئة علماء المسلمين الموقر، الأخوة أعضاء الهيئة الأفاضل، السادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله خالق العصور والدهور ومسير الأكوان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من رفع لواء النهضة وركز أسسها وضرب في عميق الأرض أوتادها. إن استحضار التاريخ والبحث بكل دقائقه مهمة مطلوبة بل وواجبة، فالأجيال الحاضرة مطلوب منها أن تتعظ بجهود من سبقهم لبناء مستقبل واعد كي تتلمس الطريق الذي سلكوه فتتبعهم. ولقد مثل الاتفاق على بداية العصر موضوع بحثنا جدلية كبرى بالنسبة للباحثين والمهتمين بالتاريخ، فقد اختلفوا وتقاطعت آرائهم بشأن الأحداث التي اعتمدوها كزمن انطلاق. فلقد تساءل الكثيرون إن كانت نهضة العراق قد ابتدأت بحكم داود باشا آخر الممالك الذي حكم العراق من 1817 إلى 1831 ميلادي،
وحاول الانسلاخ عن الدولة العثمانية كما فعل الخديوي في مصر، أم بدأت حين تولى المصلح مدحت باشا الولاية بين 1867 و 1870 ميلادي، أم أن البداية الأصح كانت في عام 1908 عام صدور الدستور العثماني، أو ربما عند تأسيس الدولة العراقية في عهد الملك فيصل الأول في العام 1921. أن الحقيقة التي يجب أن تعرف هو أن ما يطلق عليه العصر الحديث في العراق هو منهج مشروع يحمل إمكانيات مختلفة لقراءاته، كما أحدث جدلية كبرى في تحديد زمانه ووقت انطلاقته، فهو مشروع كبير ما زال حتى اليوم في حالة تشكل، وكل شيء في حالة تشكل يبقى عصيا على أطلاق حكم قاطع عليه، لأنه يجمع جميع الأزمنة ماضي وحاضر ومستقبل. قد تبدو الفترة موضوعة البحث أفقاً واسعا لتحديث البنى الثقافية والاجتماعية والعلمية والاقتصادية في العراق، لكنها يقينا كانت مرتبطة بالكيان السياسي القائم آنذاك، والذي بالضرورة تنعكس كل سلبياته وإيجابياته عليها، لذلك وجدنا الاختلاف قائم في تحديد بدايته. إن ندرة الدراسات والبحوث عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي والفكري والثقافي في العراق في عصر النهضة تجعل من الصعوبة بمكان الإلمام بكافة جوانب الموضوع في بحث مختصر حكمته فترة زمنية قصيرة جدا. وقد اشتمل هذا البحث بعد المقدمة على مباحث ثلاث واستنتاج وخاتمة. تناول المبحث الأول مفهوم العصر الحديث وتحديد فترته الزمنية الراجحة في قول أغلب المؤرخين، وتضمن التعريف باسمات العصر النهضوي الأوروبي والتطورات العلمية والفكرية التي حدثت فيه. أما المبحث الثاني فقد تناول تحديد العصر العربي الحديث وأسباب النكوص الحضاري الذي سبقه. فيما تناول المبحث الثالث العصر الحديث في العراق تحديدا وأثر الإصلاحات التي تمت فيه على تطوير الجوانب الحياتية كافة. العصر في اللغة هو الدهر أو الزمن الذي يرتبط بشخصية مادية كملك أو زعيم أو قائد، أو شخصية معنوية كالدولة، كما أنه قد يشير إلى حقبة من التطورات الطبيعية والاجتماعية أو السياسية أو الفكرية، فيقال بعصر الدولة العباسية والعصر الحجري وعصر الثورة الصناعية، كما يقال عصر البخار والكهرباء. أما النهضة في اللغة كما جاء في لسان العرب ابن منظور إن النهوض هو البراح من الموضع والقيام عنه، نهض ينهض ونهوضا قام عن مكانه، وانهضته أنا فانتهض، وانهضته حركته للنهوض، واستنهضته أمر كذا إذا أمره بالنهوض له. أن أي أمم من الأمم قد تتعرض في لحظة تاريخية للانحطاط والتدهور والسقوط، وتتوقف مسيرة الحياة بمعناها النابض بالحركة والفعل التاريخي، وقد يقودها هذا الحال إلى الوقوف للبكاء على الأطلال. وقد حصل كل هذا للأمة العربية والإسلامية بوجه عام وللعراق بوجه خاص، على الرغم من أنه مهد الحضارات والثقافات والأفكار، فمر بمراحل تاريخية مظلمة صنعتها ظروفه الذاتية والموضوعية معا، لكن خط سيره لم يكن يوما دون ومضات النهوض وتحدي حتى في أحلك الظروف والأزمان. كان دائما يتلمس طريقه إلى أمام من خلال العودة إلى التمسك بهويته الإسلامية الحضارية، معبرا بهما عن خصوصيته الثقافية التي دائما ما كانت هي رافعة النهوض لمشروعه الحضاري، الذي رفض كل محاولات الاستلاب والتغريب والقبول بالبدائل الجاهزة التي لا تنبت في أرضه. فالتفكير العراقي بعصر النهضوي يتطلب تحديد قواعد وأسس التغيير الاجتماعي ورسم منهج حضاري في نفس الظروف التي ولد فيها، مع خضوع إعادة البناء إلى نفس الظروف الولادة كذلك. إن النهضة كفهر كفكرة ومشروع هي قيمة معنوية لا تذوي ولا تندثر باندثار البنى المادية للحضارة، قد تصبح ومضة نادرة في عقول قلة من الأمة، لكنها تبقى في حالة استدعاء تاريخي على مر العصور. وحالة الاستدعاء هذه لابد أن تثمر عن نهوض حضاري جديد وبناء تاريخي آخر، لأن الأحلام المشروعة للأمم تبقى حية في ذاكرة الشعوب.
كما أن التقدم الحضاري للآخرين دائما ما يشكل تحديا لمن كانت له حضارة وفكر، لأن الأفعال التاريخية دائما كانت تحديات. لذا عندما حاول الولاة العثمانيين بعث حضارة وبناء في هذا البلد كانوا على يقين تام بأنهم لا يرمون أحجارا في بركة آسنة، كانوا موقنين بأن الاستثمار في الإنسان في هذا البلد يمكن أن يعيد حضارته كما كانت. وهذه القناعة كانت موجودة لدى الإنكليز والألمان حينما مدوا مصالحهم فيه آنذاك على شكل تطوير في قطاع النقل النهري وسكك الحديد، وعلى مدى فترة تاريخية قصيرة من عمر العراق، وبعناصر نهضوية بسيطة ومتواضعة بذلها الولاة العثمانيين انتقل العراق من حال إلى حال آخر يختلف جذريا عما آلت إليه أوضاعه السابقة. والسبب في ذلك هو أن مستلزمات البناء الفكر النهضوي قد توفرت، وخاصة الإصلاحات الاقتصادية. لقد حاول البحث تقديم صورة واضحة عن مفهوم العصر الحديث بما يعنيه أوروبيا وعربيا، وما هي الأسس العلمية والتاريخية التي تم اعتمادها في تحديد المدة الزمنية لكليهما، حيث تبين بأن ربط بداية العصر الحديث العربي لا بد أن يكون وفق أحداث مست الواقع الجغرافي والتاريخي للأمة وليس وفق أحداث أوروبية، على الرغم من أن تلك الأحداث ساهمت بشكل غير مباشر في تعزيز التحدي الداخلي للأمة. كما وقف البحث على الأسباب التي أدت إلى التدهور الحضاري العربي الإسلامي الذي كان سائدا في عصر النهضة، وتقديم أداة وصفية لكل الجهود التي كانت تروم إحداث نهضة علمية تطويرية في المجتمع. وقد ذهب البحث في دراسة كافة الخطوات الإصلاحية التي تمت على الساحة العراقية في عصر السيطرة العثمانية، وتم استخلاص النتائج التالية: أولاً، أن الاستعداد لقيام نهضة حضارية في العراق ممكنة في كل الظروف والأحوال شرط توفر الظروف السياسية القادرة على صنع حالة الاستقرار. ثانياً، لقد حصل تطور كبير وفقاً للظروف والإمكانيات المتوفرة آنذاك، وهو ما دافع بقوة دولية إلى تعزيز نفوذها فيه استعداداً لمراحل لاحقة بنية السيطرة عليه كما حصل في الاحتلال البريطاني. ثالثاً، إن التفكير في عصر النهضوي يتطلب قواعد التغيير الاجتماعي، يتطلب تحديد قواعد التغيير الاجتماعي ورسم منهج حضاري يعتمد الإنسان مادة وهدف لكل تغيير وتطور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الساعة دكتور، جزاكم الله خير، بارك الله بكم. أشكر للدكتور حقيقة هذا العرض الملخص الموجز والالتزام بالوقت المحدد، وأتمنى أن يكون سير المؤتمر بهذه الخطى الطيبة بإذن الله تعالى. يتفضل الآن، طبعا أنا عذرا سأمشي على بحسب البرنامج وليس التزاما على اليمين واليسار كما هي جرت عادة المؤتمرات. الآن مع الشيخ أوميد عبد القادر رسول، وهو تدريسي في كلية العلوم الإسلامية في صلاح الدين في أربيل العراق، وعنوان بحثه الشيخ محمد الجلي الكردي ومنهجه في التفسير، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحمد لله قيوم السماوات والأرضين الذي أنعم على العلماء بمعرفة أسرار اليقين ومنحهم الوصول إلى مقام الأصفياء بتشييد ركائز الدعوة في نفوس الطالبين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن من تحرى التاريخ ليبدو له جليا أنه من بين حين وآخر يخيم ظلام مطبق على امتداد الآفاق، ويصير العلم أسير القراطيس والأوراق، ويحجم الناس عن الالتهال من النبع الرقراق، فتنتاب الأمة فترات فتور وخور، وتنطوي صفحات مجد تليد وماضي الأيام السعيد، فيسخر الله من يعيد للأمة أمجادها، ويستعيد بالذكرى همم أجدادها،
مسترهما بركات لحركات من رجال شمروا عن ساعد الجد والكد، فكشفوا لشمس العلوم أنوارها وأزاحوا غمامة الكسل وأستارها، فاستصلحوا واستخلصوا شوارد العلوم وواردها، واستقوا صافي المياه من مواردها. وممن انبرى لنفض هذا الغبار المتراكم في عصره العلامة الكردي الملا محمد الجلي زادة الكردي الذي ولد في عام 1876. وقد قام هذا العالم الفاضل بتفسير القرآن الكريم باللغة الكردية، ومشيئة الله تعالى اقتضت أن يكون هناك من يترجم هذا التفسير إلى لغة القرآن الكريم، ألا وهو العالم الفاضل الشيخ عبد القادر رسول البحركي الذي هو والدي، أرجو من الله تعالى أن يشفيه ويبارك له في عمره، الذي ولد في سنة وفاة العالم السابق أي في عام 1943 وهو على قيد الحياة، وقد أخذ الإجازة العلمية من مفتي الديار العراقية العلامة الشيخ عبد الكريم المدرس رحمه الله تعالى. ألخص بحثي حول ترجمة العلامة الشيخ محمد عبد الله الجلي الذي ولد في كويا سنزق عام 1876، واسمه الكامل الملا محمد الحاج عبد الله بن عبد الرحمن الجلي زاد. بعد أن توفيت والدته عاشة عائشة بنت الحاج بكر آغا الحويزي، كان عمره لا يتجاوز 5 سنوات، تولى رعايته وتربيته والده، فوجد فيه الذكاء والفطنة وحب العلم والأدب منذ الصغر، لذلك بدأ بتعليمه القراءة والكتابة في سن مبكر. طبعا الشيخ له الكثير من المؤلفات، منها المصقول في علم أصول الفقه والقائد في العقائد وغيرها ومؤلفات أخرى. إن دور هذا العالم يمثل انعطافا وتحولا فكريا نحو الأفضل، وكان عالما جريئا قد عبر عما كان يؤمن به ودعا الناس إلى ما كان يراه صحيحا، وكان رجلا وسطا معتزا بدينه وقومه، وهو على علاقة طيبة مع رموز التصوف والمشايخ الدينية المعروفين بالتقوى والصدق. أما بالنسبة لدوري في تعليم المرأة، إن الشيخ الجلي كان له الدور الرئيسي في تعليم المرأة وتشجيعها على القراءة والتعلم، حيث يعود أول من ألحق ابنته بالمدرسة مخالفا بذلك عادة المجتمع آنذاك، فهو بذلك بيّن أن للمجتمع أن الإسلام مع تعليم المرأة. أما سيرة المترجم، هو الشيخ عبد القادر رسول البحركي ولد في قرية بحركة التابعة لمحافظة أربيل في كردستان المحروسة عام 1943. لما بلغ عهد الصبا درس العلوم العربية والإسلامية على يد علماء كردستان، منهم الشيخ أبو بكر مصطفى المعروف الكوي والشيخ عبد المجيد القراوي والشيخ عمر نقشبندي، ثم انتقل إلى بغداد عام 1963 فدرس على يد الشيخ عبد الله الصوفي والشيخ عبد الكريم المدرس رحمه الله تعالى، ثم انتقل إلى جامع العاقل ومنها إلى جامع الكهية وإلى قرية إلى 14 تموز، ثم انتقل إلى جامع الماجد إماما وخطيبا في مدينة أربيل، وأسس مدرسته المشهورة مدرسة نانكلي، وهي لا تزال موجودة حتى الآن وتخرج فيها أو يتخرج فيها الكثير من العلماء الأفاضل. وفي سنة 2005 أصيب الشيخ عبد القادر بالشلل النصفي، ولكن هذا المرض لم يعقه بمواصلة التدريس المواصلة العلمية، فهو لا يزال حتى الآن يدرس العلوم الشرعية كالهداية والبيضاوي والمنطقي وعلوم الحكمة. طبعا له مؤلفات، منها دراسة مخطوطات جامعة صلاح الدين وشرح المنظومة الاستعارة وشرح الميسر على المقولات العشر ومنهج الفقه الإسلامي ومحاضرات في علم المنطق، وآخرها ترجمة التفسير الكردي. عمل الترجمة بعد هذا طبع التفسير العظيم، ولما له من أهمية كبرى قام الشيخ الوالد بترجمة هذا التفسير إلى اللغة العربية، وقد لاقى صعوبات كثيرة، وذلك بسبب مرضه وما أصيب به من شلل في الدماغ بيده بأنامه المنفردة، ولكن ذلك لم يعقه في تلك الترجمة. أما بالنسبة لمنهج الشيخ محمد جلي، في أسرد سردا سريعا لمناهجه وأركز على بعض الأمور الرئيسية التي انفرد بها العلامة محمد عبد الله الجلي من انفرادات ومن أقوال لم يقلها أحد سابقا. أولا تعريفه بالشيخ محمد، تعريف التفسير، التفسير مكون من 10 مجلدات كما هو معروف معروض أمامكم في البروجيكتر، وقامت لجنة بطبع هذا التفسير العظيم، وطبعا في بداية كل سورة ونهاية كل سورة يدعو الله سبحانه وتعالى، وتمت كتابة الآيات حسب الرسم المصحفي بلون أحمر، ولا شك أنه اعتمد على مصادر من مفسرين السابقين كالتفسير البيضاوي وغيره. أما أسس منهجه في التفسير، فيتبين أن الشيخ الجلي اعتمد على أهم مسائل العقيدة والفكر، وكان يرد ردا مفحما لمناوئي الإسلام أو المعادين له. الاعتماد على المنهج المقارن، حيث ترى أن الشيخ الجلي كان يعتمد كثيرا على المنهج المقارن، وحيث كان يقارن بين المسلمين وبين التحضر أو ما وصل إليه الغرب من العلوم من علوم الكيمياء والفيزياء وغيرها. أما عنايته بالقصص فهذه من أهم ركائز الشيخ الجلي، أذكر مثالا على ذلك،
حيث كانت العادة في مناطق كردستان. ولا وأذكركم بأن الشيخ له لطائف كثيرة، وإن شاء الله أسرد إن كان هناك متسع من الوقت بعض لطائفه. يكرر في مناطق كردستان أن يكرر الخطيب خطبته كل عام، وفي حين من الوقت أرسل مدير الأوقاف في بغداد إلى الشيوخ والعلماء يذكرهم بأن تكون خطبهم جديدة ومواكبة للعصر. وفي تلك الأثناء قام أحد العلماء قائلا: يا سيدي المدير، إن الذين يأتون إلى خطب الجمعة إلى خطب الجمعة هم من العوام والعمال، وهذه الخطب القديمة ملائمة لهم، ومتى ما حضر الوجهاء والوزراء والحجاب والنواب خطب الجمعة فإن الخطيب تلقائيا يغير خطبه لأجلكم أنتم. أما اهتمامه بأسماء السور والقراءات فهو يذكر القراءات المتواترة ويكره الاختلاف وسرد القراءات الشاذة، وموقفه بالتفسير بالمأثور والرأي، وأيضا فيها هذه الفقرة لطيفة حيث يذكر الآراء في قوله تعالى: يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، حيث يقول ابن عباس رضي الله عنه: هو اللهب الخالص، ويقول مجاهد: اللهب الأحمر، ويذكر أقوال المفسرين. ثم يقول: سألني أحد الإنجليز، هو عاش في تلك الأثناء، سألني أحد الإنجليز: هل ورد ذكر الطائرة في القرآن الكريم؟ قلت له: نعم، وفسرت له هذه الآية: يرسل عليكم أشواظ من نار، أي أن القنابل تنطلق من الطائرة، وبقي متعجما في ذلك. أما النقطة الرئيسية والأهم في تفسير هذا العالم الفاضل اهتمامه الكبير والفذ في المناسبات بين الصور، حيث ترى هناك ركائز تركز عليها الشيخ الجلي، حيث يذكر في صورة القلم مناسبة سورة بين سورة القلم وسورة الملك، فيقول: فلنأتي إلى سورة القلم، وأما وضع سورة القلم بعد سورة الملك فيه مناسبة عظيمة وجلية، ما دام الملك يحتاج إلى الإدارة، والإدارة المنتظمة تعتمد على القلم، لذا من الأجدر وضع سورة القلم بعد الملك، لأن إدارة الملك لا يمكن أن تحصل بدون القلم، وإن تأثير القلم أكثر من تأثير السيف، لأن نشر العلوم وترقي المعارف يعتمد على القلم، فالملة بدون قلم لا تعد أمة. أما اهتمامه بالمناظرات فهو أيضا يذكر مناظرات كثيرة، وكذلك تأثره بالمدرسة محمد عبده ومحمد رشيد رضا، وقلة اهتمامه بالفقه، لأن هذا التفسير يعد تفسيرا إصلاحيا، واهتمامه باللغة العربية أيضا واللغة الفارسية، وهو كان يعرف اللغة العربية والفارسية والتركية بإتقان، ووجود خواطر وتأملات وانفرادات للشيخ الجلي، هذا هي من أبرز ركائزه، حيث يذكر في سورة في قوله تعالى: تراهم ركعا سجدا، بخصوص الصحابة، حيث يذكر بأن صلاة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانت دروسا وموعظة بخلاف صلاتنا، فلو صلينا مثل صلاة الصحابة لنلنا السعادة في الدارين. ويذكر في قوله تعالى: من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، هذه الآية يستفيد منها الملاحدة أو بعض من ينكر عذاب القبر، ويقول بأن الرقود هو مكان، الرقود مكان الاستراحة، ولا ليس هناك عذاب ولا نعيم، فيذكر بأن المرقد هو مكان النوم والاستراحة الأعداء أو المناوئين للإسلام. ويقول الشيخ الجلي: لم أرى هذا من التفاسير السابقة، هذه الآية تشير إلى سهولة البعث، كما أن النائم يستيقظ بسهولة من نومه، فكذلك المقبور يستيقظ من قبره بهذه السهولة. وأما لطائف تفسير كثيرة، آخر ما أقوله بأن هناك كان شخص اسمه عيسى الصفار، وكان مدينا لشخص آخر، وبسبب دينه ذهب إلى المسجد لعدم فوات صلاة الجمعة هروبا من الذي عنده دين، وذهب إلى المنارة الشرقية في بلاد الشام، المنارة منارة شرقية واسمه عيسى، والمؤذن عندما يذهب إلى أذان ويقول له: من أنت؟ فيقول له: عيسى، فيقول وينادي بالناس، هذا المؤذن وينادي بالناس: نزل عيسى، نزل عيسى، يتوهم بأنه نزل عيسى عليه السلام، نزل عيسى، نزل عيسى. أما فالشيوخ والدراويش والكوماندو وبدأ القوم بالدهشة يأتون إلى المسجد، وذاع الخبر في نحاء البلاد، وبدأ الناس يتوافدون لرؤية عيسى عليه السلام، وبدأت الشيوخ والدراويش والنساء يضربون الدفوف فرحا بنزول عيسى عليه السلام، إلى أن وصل إلى الوالي، ويأتي الوالي والكوماندو العسكري والسارولات، ويصعد إلى المنارة من خيرة الشيوخ والعلماء العظام بهدوء وسكينة لكي ينزلون عيسى عليه السلام، فيذكرون له ويرون هذا الشخص الفقير، ويقول له: من أنت؟ فيقول: عيسى الصفار، ويضربونه ويبرحونه ضربا إلى أن يأتون به إلى الوالي، فيقول له: لماذا فعلت هذا؟ قال: بسبب الدين. قالوا: أسدوا عنه الدينه، واستفاد من هذه النقطة. وآخر ما أقوله بأن هذا التفسير يعد تفسيرا عظيما للقرآن الكريم، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يشفي والدي ويبارك لنا في عمري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا لفضيلة الأستاذ على هذا العرض،
والالتزام بالوقت، وأسأل الله تعالى أن ينفعه وينفع والده بهذا العلم، وأن يكتب له الشفاء العاجل، وأن يثيبه على علمه وعمله في الدنيا والآخرة. بحث الثالث في هذه الجلسة هو يلقيه الدكتور محمد عبد الكريم ياسين دليمي، أستاذ في كلية الإلهيات في جامعة أردهان في تركيا، وعنوان بحثه الملا عثمان الموصلي قارئا وأديبا وكاتبا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس الجلسة، السادة الحضور، أصحاب السعادة، سلام من الله عليكم. بحثنا لهذا اليوم يتحدث عن شخصية معروفة في العالم الإسلامي، ومن الشخصيات التي تركت أثرا كبيرا في مدينة الموصل وفي العراق. تعريف بالبحث: الملا عثمان الموصلي قارئا وأديبا وكاتبا، هو بحث علمي يتناول حياة عالم جليل من علماء العراق في الفترة الزمنية ما بين عام 1854 إلى عام 1923. ولادته، ولد الملا عثمان الموصلي في محلة باب العراق باب جديد في مدينة الموصل عام 1854، ونرجو من الأساتذة أن يتابعوا على الذين لا يستطيعون أن ينظروا يعني على السلايد باوربوينت. نسبه: ينتسب الملا عثمان الموصلي إلى قبيلة الدليم الزبيدية فخذ المحامدة المعزام، ويرتبط نسبنا به في الجد الرابع الحاج عبد الله السقة والد الملا عثمان، فهو أخو جد وجدي من حيث الأب، وعم جدي من حيث الأم. نشأته: ترعرع في مدينة الموصل وقد كف بصره في السابعة من عمره، واختلفت الروايات في ذلك، وهناك روايتان في سبب كف بصر الملا عثمان الموصلي. الرواية الأولى تقول أنه امرأة قامت بثقب عينيه غيرة من شدة حسنه وجماله، الله سبحانه وتعالى حباه بمنظر جميل وكان حسن الوجه. هذه الرواية غير صحيحة. الرواية الصحيحة هي أصيب بمرض الجدري الذي كان سببا في فقد بصره. الملا عثمان الموصلي ومحمود أفندي العمري. محمود أفندي العمري هو من وجهاء الموصل المعروفين في ذلك الزمان، هو الذي كشف نبوغه وتكفل برعايته وأوكل تعليمه إلى شيوخ عصره من علماء مدينة الموصل. أرسله محمود أفندي العمري إلى إسطنبول ليواصل تعليمه هناك، فقد كانت قبلة العلماء آنذاك. الملا عثمان الموصلي والسلطان عبد الحميد، هناك علاقة وطيدة بين السلطان عبد الحميد وملا عثمان الموصلي، فكانوا يحبه حبا شديدا لدرجة أنه عينه إمام الحفاظ في جامع آيا صوفيا. هذه الصور المعروضة هي لبيته رحمه الله، وهذا البيت الذي ولدنا فيه في مدينة الموصل في منطقة باب الجديد، وقد ورثه جدنا رحمه الله عن ملا عثمان الموصلي، وعشنا فيه قرابة 4 سنوات من عمرنا. شيوخه: من الشيوخ الذين تتلمذ على يدهم الملا عثمان الموصلي الشيخ المرحوم الحاج عمر الأربيلي، والشيخ المرحوم الحاج عمر الخطيب، والشيخ عبد الله الفيض الخضري، وغيرهم من علماء الموصل وشيوخها، وكل ذلك بدعم ومساعدة الوجيه محمود أفندي العمري. وما فتئت أن المنية أن حالت بين محمود أفندي العمري وملا عثمان الموصلي، فرحل إلى بغداد
ملا عثمان الموصلي وعلم القراءات القرآنية. درس الملا عثمان علوم القراءات على يد شيوخ عصره من مدينة الموصل وإسطنبول ومصر وبلاد الشام، ونقلها لطلابه في كثير من بقاع الأرض، فأصبحوا شيوخ عصرهم وزمانهم وهم كثر. ويكفيه فخرا أن أسانيد علم القراءات القرآنية في مدينة الموصل ترجع إليه، فقد برع في هذا العلم وأصبح من كبار علمائه في ذلك الزمان، من طلاب الملا عثمان الموصلي الذين أخذوا عنه علم القراءات الشيخ المعروف محمد رفعت القارئ المصري المعروف رحمه الله، وأيضا أحد طلابه سيد درويش، وكثيرين يعني تتلمذوا على يده. نبوغه في علم الأدب والكتابة، نبغى في علم الأدب، فكان شاعرا ينظم الشعر، وكان مؤلفا للكتب بارعا لا يشق له غبار. ولا يخفى على أحد ما لملا عثمان الموصلي من أثر كبير في الصحافة العربية، فقد أسس في أثناء رحلته إلى مصر مجلة عربية عرفت باسم مجلة المعارف، فقد عاش في مصر 5 سنوات. مؤلفاته وآثاره العلمية، من مؤلفاته رحمه الله مجموعة سعادة الدارين، الأجوبة العراقية لأبي ثناء الآلوسي، الترياق الموصلي وهو ديوان الشاعر الموصلي المعروف عبد الباقي العمري، ونشر كتبا لغيره مثل حل الرموز وكشف الكنوز. كان رحمه الله موسوعة علمية، فتح دكانا في إسطنبول لبيع الكتب، كان مرحا عذب المعشر مرهف الحس سريع البديهية، منشدا كبيرا شيخا لقراء القرآن، يمتاز بطابع البهجة ورجل دين ولاعب شطرنج ماهر ولا يعرف النسيان. من ميزات ملا عثمان الموصلي رحمه الله كما حدثنا يعني أجدادنا عنه أنه إذا لقي شخصا فأمسك بيده يستطيع أن وهو فاقد البصر، هذا الرجل يستطيع أن يميز شكل هذا الإنسان بدون أن يراه، وهذا من هبات الله سبحانه وتعالى. نشر كان ناشرا للكتب ومؤلفا، وتزوج مرتين، تزوج من عنده زوجة تركية وزوجة عراقية. ولعلنا إذ نحط رحالنا في هذا المكان نرجو أننا قد وفينا هذا الرجل بعض شيء من حقه، فما أصبنا ووفقنا إليه فمن الله وحده، وما أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان. وفاته، توفي يوم الثلاثاء المصادف 30 من كانون الثاني عام 1923 في بغداد، ودفن في هذا قبره رحمه الله، ودفن في مقبرة معروف الكرخي، وقيل أنه توفي بحادث سيارة اصطدمت به، تاركا إرثا عظيما خلده له التاريخ، وسيبقى شاخصا في منارات التاريخ يضيء لمن جاء من بعده. ونسأله سبحانه وتعالى أن يصدق فيه قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، من ذلك علم ينتفع به. هنا حقيقة نذكرها عن ملا عثمان الموصلي كثير من الناس يجهلونها، تمثال ملا عثمان الموصلي الذي أقيم في مدينة الموصل. نحن نعرف المدينة الموصل فيها 3 أو 4 تماثيل لشخصيات معروفة، منها الملا عثمان الموصلي. هذا التمثال هو ليس التمثال الحقيقي له، فقد حدثنا خالنا الحاج إبراهيم رحمة الله عليه، إبراهيم بن علي بن الحسين أخو ملا عثمان الموصلي، أن الحكومة العراقية في زمانه عزمت على إنشاء تمثال لملا عثمان في الموصل، فبدأوا بالبحث عن أقاربه، وفعلا وصلوا بعد بحث لثلة من أقاربه، وقاموا بالسؤال عن أشبه الناس به شكلا، ونتج البحث عن أن أشبه الناس به شكلا هو خالنا الحاج إبراهيم رحمه الله، وعبد الجبار يلقب عندنا باللهجة الموصلية جبوري، وعبد الستار لقبه ستوري، وهؤلاء هم من نسل أخوه علاوي، كانوا يسمونه علي علاوي. وزادوا بالبحث والسؤال عن أي الثلاثة أشبه بعثمان، فوجدوا أن عبد الجبار هو أقربهم شبها به، فألبسوه لباسا يشبه لباسه،
وصوروه وصنعوا التمثال. فالتمثال الذي كان موجودا قبل أن تحدث الأحداث الأخيرة في مدينة الموصل هو ليس لملا عثمان الموصلي وإنما لأحد أحفاده الذي كان شبيها به واسمه عبد الجبار. البحوث والدراسات التي نشرت عنه نشرت كثير من البحوث والدراسات عن ملا عثمان الموصلي، ولكن أكثر من اهتم به الدكتور عادل البكري رحمه الله، فقد كتب سيرته ووثق كثيرا من مآثره. رحمه الله الملا عثمان أسطورة زمانه وأسكنه فسيح جناته، وبهذا إن شاء الله قد وفينا يعني ما عندنا، وجزاكم الله خيرا ونشكركم على حسن الاستماع. شكرا للدكتور محمد عبد الكريم على هذا العرض الممتع حقيقة ووفق الوقت بالتمام، ونسأل الله تعالى الرحمة للملا عثمان الموصلي، وجعل الله علمه شافعا له وباقيا في صلة عمله بعد موته. البحث الآن للدكتور سردار رشيد البنجويني، وهو تدريسي أستاذ في كلية العلوم الإسلامية في جامعة السليمانية في العراق، وعنوان بحثه الملا محمد الجلي وفكره الإصلاحي من خلال تفسيره، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن للكرد تاريخا مشرقا في خدمة الإسلام ونشر العلوم الإسلامية، ومنذ دخول الكرد في الإسلام شهدت المناطق الكردية تطورات اجتماعية وثقافية وعلمية، وبرز فيهم علماء كبار وقادة عظماء، وكان الكرد مشهورين بشدة تمسكهم بتعاليم الإسلام وتعظيم شعائره، لذلك اهتموا ببناء المساجد ودور العلم. ولعلماء الكرد فيهم دور بارز في التوجيه والتوعية والتعليم والإصلاح، فكلما وجدوا فكراً مخالفاً للدين أو عادة تخالف الشريعة الإسلامية قاموا بوجهها ببيان فسادها وتوعية الناس وتحذيرهم منها. وكان العالم المفسر الملا محمد الجلي المشهور بالملا الكبير المتوفى عام 1943 ميلادية من العلماء البارزين المصلحين في كردستان العراق، وكان همه الشاغل إصلاح الفكر والدعوة إلى فهم الدين بعيدا عن الخرافات والشعوذة والدجل ومحاربة الأفكار الإلحادية والشيوعية والماركسية بالبراهين والأدلة الدامغة، والوقوف بوجه جماعة الحق الخارجة عن الدين والتي ظهرت في عصره. وقد ركز من خلال تفسيره للقرآن الكريم على هذه المسائل والاهتمام بالفكر الإصلاحي. وكان عنوان بحث الملا محمد الجلي وفكره الإصلاحي من خلال تفسيره، واشتمل البحث على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة. المبحث الأول نبذ عن حياة الشيخ محمد الجلي وثقافته وفكره، والمبحث الثاني اهتمامه بقضايا المسلمين وصلته برواد الفكر الإسلامي في عصره، والمبحث الثالث الفكر الإصلاحي لقضايا عصره من خلال تفسيره. وقد سبقني الشيخ أميد بذكر بعض المسائل عن حياة الشيخ محمد الجلي وبعض المسائل في ذلك، لا أعيد تكراره. أما عن ثقافته وفكره، يعد الشيخ الجلي من العلماء الذين أدركوا منذ سن التمييز أهمية العلم والتعلم، وإن القدرة على فهم معاني النصوص القرآنية والسنة النبوية المطهرة لا يكون إلا بعد التضلع في شتى العلوم. وكان للشيخ الجلي دور بارز في إيقاد الثورة الفكرية والحركة العلمية في مناطق كردستان، لا سيما بين المثقفين والمتعلمين، وكان له اطلاع على ما يجري في العالم بوجه عام
والعالم الإسلامي بوجه خاص، وكان يراقب التطورات السياسية في المنطقة، كما كان يتابع التقدم العلمي والحضاري والاقتصادي في البلدان الأخرى. وبسبب كثرة شغفه بالتقدم العلمي الذي كان يحصل في العالم، دعا إلى تدريس العلوم العصرية والتجريبية في المدارس الدينية. وحين زارته هيئة من كبار الموظفين من منتسبي وزارة المعارف، وجدوه يطالع كتبا من أمثال حياة نابليون لحسن جلال، وروح الأشتراكية، وسر تطور الأمم كلاهما لجوستاف لوبون، والعقل الباطن لفرويد وداروين ونظرية التطور، فتعجبوا كثيرا مما وجدوه، إذ لم يعهدوا مثل هذا من علماء الدين في ذلك العصر. فلما رأى تعجبهم قال لهم: إنكم مخطئون إن حكمتم على علم الإنسان على ما يلبسه أو ما هو فيه من مسلك، فالعلم تراث البشرية وملكه الشعر، فلا فرق بين الناس في طلبه. وكان رحمه الله لا يكتفي بالقراءة والمطالعة لمثل هذه الكتب، بل كان يعلق عليها أو ينتقدها. أما اهتمامه بقضايا المسلمين وصلته برواد الفكر الإسلامي في عصره، فكان الشيخ محمد الجلي رحمه الله مهتما بقضايا المسلمين في العالم بوجه عام، ومسلمي منطقته بوجه خاص، فكان يشاركهم في أفراحهم وأتراحهم، وكان يدعو المسلمين إلى الوحدة والتآلف والتكاتف ونبذ التفرقة والخلافات. وقد شغل فكر الشيخ حال المسلمين في عصره من التخلف والتشرد والهوان، وما أصابهم من الأمراض في مجال العقيدة والفكر والثقافة والتعامل، وسيطرة الاستعمار على بلدان المسلمين وإذلالهم. أما صلته برواد الفكر الإصلاحي فكان ذا صلة وثيقة بأصحاب الرواد الإصلاحيين المسلمين الذين سبقوه والذين كانوا في عصره كذلك، وقد أشار في كتاباته إلى تأثره وإعجابه بالفكر الإصلاحي لمجموعة من العلماء المسلمين كابن تيمية وابن قيم الجوزية وجمال الدين الأفغاني والإمام محمد عبده والسيد رشيد رضا، وأحيانا ينقل عنهم كلامهم. ولعل السبب في تأثره بهؤلاء العلماء يرجع إلى التقارب الفكري بينهم في دعوتهم إلى فهم الدين على طريقة السلف الصالح من غير التقليد الأعمى، وكذلك تحرير الفكر من الأوهام والخزعبلات، والبحث عن أسباب تخلف المسلمين وتراجعهم وإيجاد الحلول لها، والعمل لوحدة صف المسلمين وبيان خطر الاستعمار على البلدان الإسلامية، والتصدي للأفكار المنحرفة والعقائد الفاسدة التي تستهدف أبناء المسلمين. ومع تأثر الشيخ بهؤلاء العلماء، لكنه لم يكن مقلدا لهم لكل ما يرونه، بل أحيانا كان ينتقدهم أو يرد عليهم. أما الفكر الإصلاحي لقضايا عصره من خلال تفسيره، فلم يكن الشيخ مقلدا من سبقه من المفسرين في كل ما قالوه وما كتبوه، بل له آراء واستنتاجات واستنباطات وربط الواقع مع معاني وتفسير الآيات. يقول الشيخ الجلي: أية مسألة في التفسير لا أفهمها حق الفهم لا أستطيع المرور عليها من غير تحرير وتقرير، وما لا أعتقد صحتها لا أستطيع تثبيتها تقليدا لمن سبقني. ومن يستقرئ تفسير الشيخ الجلي يجده كثير اللوم على علماء الإسلام في عصره، وبعض شيوخ الطرائق في إهمالهم جوانب كثير من جوانب الدين، وابتداع أمور أخرى وصبغتها صبغة دينية. لذلك كان يدعوهم إلى الإصلاح بكل أنواعه، إصلاح أنفسهم أولا، ثم محاولة إصلاح الآخرين، لا سيما الإصلاح الفكري والعقائدي. هنا نأتي بأمثلة من دعوته الإصلاحية من خلال تفسيره. يقول في تفسير قوله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، يتعجب يقول
في تفسير يتعجب الإنسان من حال المسلمين كيف غفلوا عن هذه الآية كأنما لم يسمعوها أصلا في حين كان واجبا عليهم أن يكتبوها في لوحات خواطرهم ويتفكرون فيها ويعتبرون بها دوما ولو أن المسلمين اتخذوا من هذه الآية دستورا للعمل لم تصبهم نكسة في الدين والدنيا كما كان حال المسلمين الأوائل في صدر الإسلام حين دخل قلوبهم روح هذه الآية وفهموها استقر في قلوبهم وهبت لهم حياة جعلتهم يسعون ويجتهدون وينتصرون حتى صاروا تاج الأمم لكنه مع الأسف خرج هذا الروح مبكرا بل أخرجوه فصارت الأمة كالجسد بلا روح فتفسخت وصارت ذليلة آخ الذلة بعد العزة كم هي قاسية فهي أمر من الموت مع الأسف كان عندنا بعض علماء الدين حين يرون روح الحياة في آية ما يضعون فيها سما قاتلا يقصد بها تأويلا فاسدا يقضون على روحها فيحرمون الأمة من هذا الروح ولا ينتفعون من الآية ويا حبذا لم تعتمد الأمة على كلام هؤلاء هم أقل إدراكا من البهائم ولم يسمعوا كلامهم وفي تفسير قوله تعالى هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجون منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يذكر مسائل كثيرة يأتي بأقوال لهنري الملاح وخورستوف كولومبوس وغير ذلك ثم يقول نريد شخصا يعيد الروح إلى هيكل هذه الأمة ويحييها من جديد ويسوقهم إلى الاستفادة من آيات الله وصنعه وينقيهم من زيغ الأمنيات والميول الفاسدة ثم في تفسير قوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون يقول والله إن المخلوقين هم أقرب إن المخترعين هم أقرب العباد إلى الله خالق السماوات والأرض أين المسلمون اليوم من الخلافة التي كلفوا بها الخلافة في الأرض لا تتحقق بالسبحة واللحية لا أدري ماذا أكتب لعل قلبي يتفجر لحال المسلمين وحال القرآن الكريم أنظر إلى المسلمين من بني جلدتي بلا علم ولا صنعة يقلدون متشيخة خرجوا عن زمرة الإنسانية لماذا يذللن أنفسهن بأيديهم ما هذا الشرك ما هذه الجهالة كفاكم أن تسلموا أنفسكم بالتقليد إلى التقليد والجهل أكتفي بقراءة الخاتمة هناك مسائل كثيرة ولكن أكتفي بقراءة الخاتمة في ختام هذا البحث أود الإشارة إلى أهم النتائج ولد الشيخ محمد الجالي في أسرة علمية مشهورة بالعلم والفضل وخدمة الناس المعروفة بأسرة جلي زادة تولى في حياته مناصب دينية ودنيوية علمية وإدارية كان يجيد اللغات الكردية والعربية والفارسية والتركية ترك من بعدها آثارا علمية عديدة من أبرزها تفسير القرآن الكريم باللغة الكردية كان للشيخ الجلي دور بارز في إيقاد الثورة الفكرية والحركة العلمية في مناطق كردستان كان مهتم بقضايا المسلمين في العالم وكذلك حال المسلمين في عصره التوصيات أوصي أولا عقد مؤتمرات مماثلة للاهتمام بتراث العلماء وأحيائها لا سيما العلماء المصلحون ثانيا عقد مؤتمر عن فكر الوسطية والاعتدال لدى علماء العراق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام وبركاته جزاكم الله خير شكرا للدكتور سردار على هذا التقديم وقبل أو في ختام هذه البحوث لا بد للآلوسي أن يكون حاضرا فإذا ذكر التفسير ذكر الإمام الآلوسي بقي لدينا أقل من نصف ساعة نغتنمها للمداخلات والأسئلة لكن أتمنى أنه يتقيد الجميع كما يعني تقيدنا في الجلسة هنا
بالوقت، فالمداخلة لا تتجاوز يعني كحد أقصى دقيقتان، وإذا كان سؤالا مختصرا يحدد اسم المسؤول يعني لمن يوجه السؤال وبشكل مختصر قدر الإمكان. من اليمين تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر الباحثين على ما تقدموا به وأجادوا. لفت نظر العصر الحديث، اختاروا 1950 إلى 2050 بداية للعصر الحديث، والمؤتمر متوافق مع هذا خلال 5 عقود، وربطوها لماذا؟ ربطوها بنهاية الحرب العالمية 42 انتهت، وبدء تشكل نظام عالمي جديد. حينما ينتهي هذا العصر لن يسمى الحديث، سيصبح حديث غيره، فماذا يمكن أن نسميه؟ يعني بعد 1950 سيكون 1950 هو الحديث، هذا العصر هو العصر الأمريكي السوفيتي، هو عصر الهيمنة. فهذا هو السبب أنه خرجت الإمبراطوريات الفرنسية والبريطانية ودخل عصر جديد، وهذا مهم أن ننتبه له، البعد السياسي وعلاقته بالتاريخ، فلم يربط باكتشاف علمي، ربط بهيمنة سياسية. بحث الأستاذ سردار أنا لفت نظري ويهمني جدا، وأستأذنك قد نستفيد منه في مشروع علمي عن التطبيقات المعاصرة للتجديد الفكري. وأحب أن أعرف هل كتب باللغة العربية أم باللغة الكردية، هذا الفكر الذي ربط بين فهم العالم وفهم النص، يعني هذه الفكرة التي أشرت إليها أن المفسر لم يفهم سنن الاجتماع ويفهم النص. وشكرا للإخوة جميعا، أنا استمتع بمحاضراتهم. شكرا. ولفت نظري أن الله لم يكتب للشيخ عثمان أن يصنع له تمثالا، ربما هو من أهل الباطن لا من أهل الظهور. بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور محمد الخوالد، عميد كلية الشريعة في جامعة جرش الأردن. أنا لا أريد أن أطيل، لكن أشكر هيئة علماء المسلمين في العراق، وأشكر رئيس الهيئة الدكتور مثنى حارث الضاري، واللجنة العلمية التي أتاحت لنا هذه الفرصة بلقاء العلماء الأفذاذ حفظهم الله جميعا. نحن يعني أنا أؤكد على ما قاله أخونا الدكتور عبد الله الكيلاني حفظه الله، أننا بحاجة فعلا، وهذه موجهة لإخواننا في الأكراد، سامحونا على هذا المسمى، إخواننا الأكراد الأفاضل، نحن بحاجة إلى تواصل معكم، وهذه فرصة جيدة أن نتعرف على مؤلفات العلماء باللغة العربية، لأننا سمعنا كلاما يعني مهم جدا. ولكن عندما تكلمتم عن التفسير أنا تمنيت أن أعرف ما هو اسم هذا التفسير، يعني أنتم تكلمتم عن هذا المخطوط، ما اسم هذا التفسير؟ هذا جانب. وهنالك أمر ثاني بالنسبة للدكتور محمد ياسين الدليمي، شكرا لك على هذه المداخلة والكلام والبحث عن الملا عثمان، لكن أنا أرى اللجنة العلمية يا ليتها جعلت الملا عثمان الموصلي في محور اللغة العربية وآدابها، اللهم إلا إذا كان له في باب القراءات مؤلفات في ذلك. أيضا يعني أنا أشكر أخيرا وأختم الجميع على مداخلاتهم، الأستاذة حمدية شكرا لك جزيلا على ذكر الألوسي، وأنا أيضا أريد هذا البحث لأنه سيضفي لنا فائدة جديدة لنا في إن شاء الله تعالى في أبحاثنا ومؤلفاتنا. شكرا لكم جميعا، كنتم رائعون جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور محمد دفوش محمود، الجامعة العراقية. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتقدم بالشكر الجزيل إلى هيئة علماء المسلمين وللمشاركين وللحضور جميعا. حقيقة عندي فد ملاحظة بخصوص الإخوان الأعزاء الأكراد اللي قدموا بحثين عن الشيخ محمد الجلي الكردي والملا محمد الجلي، أحدهما سماه الشيخ والثاني الملا، لا يهم هذا، لكن قلت أنه لو أن البحثين جمعا في بحث واحد واشترك الباحثان في إنجاز هذا البحث بدل أن يكون بحثين متفرقين، فأرجو أن، وخاصة يعني أحدهما من أربيل والآخر من السليمانية، فنريد أن نوحد
الآراء والإخوة بارك الله فيهم وشكرا جزيلا. ويكمل أحدهم الآخر يعني إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدكتور حسن بيضي مدير الدراسات في المنتدى العالمي للوسطية، أشكر للمنظمين والمتحدثين ما تفضلوا به في هذه الصباحية المباركة. حقيقة نحن ننتظر من الحركات العلمية والفكرية أن تنشئ تغييرا إيجابيا، ذلك أن السرد فقط أن نذكر السيرة الذاتية فهذا لا يكفي. حقيقة نحن نريد تغييرا إيجابيا استنادا إلى الأفكار والمعرفة العلمية التي أجاد بها العلماء الأفاضل، ماذا يمكن أن نلتمس في فكرهم وثقافتهم وعلمهم لتغيير الواقع. صلاح الدين الأيوبي قال: إنما نصرنا بقلم القاضي الفاضل. نحن نعيش واقعا أليما مرا، كيف يمكن أن نستحضر هذه القامات العلمية ونجعل منها حركة إيجابية فعلا نقول حركة علمية فكرية قادرة على التغيير؟ وشكرا. جزاك الله خير. يعني بالتأكيد ولضيق الوقت فالباحثون يعني لم يعرضوا كل أوراقهم وإنما فقط جانب منها، وإلا فعلا يعني هنالك الكثير من الأمور، التوصيات والنتائج، وكذا ستعمل يعني اللجنة العلمية على صياغة هذه الأمور في البيان الختامي إن شاء الله تعالى. السلام عليكم، أنا سليم حكيمي من تونس، أثني على كل الإخوة المشاركين بدون استثناء. كل ما يقع ويبين أن نعم يبين أن ما دائما الدين هو دائما خزان الهوية، يعني خزان الأساس الهوية هو هذا، واجتماعنا أساسا هو أساس هويات، هذه هوية تراد أن يراد لها أن الاندثار ولكنها باقية بهذا الخزان. الأخت التي عرضت دراستها تحدثت عن 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 قصة موسى وفرعون في من خلال يونس وسورة يونس وفطر وغيره، ولكن مجرد إضافة، يعني تقريبا السورة الوحيدة اللي فيها 26 تناثرت في 26 آية من القرآن، في 26 سورة من القرآن، هي قصة موسى وفرعون فقط، لتبين أنه لا يمكن صلاح اجتماعي دون صلاح السلطة. كل صلاحات الاجتماعية بدون صلاح السلطة، كل حصاد صلاح المجتمع يمكن أن تحصده السلطة الفاسدة وتقوضه في لحظة ما. لم تبين فقط جبهة الصراع بين جبهة الحق والباطل، ولكن تبين علاقة السلطة بالمجتمع، وهي هي العلاقة الأزلية التي الآن تثور من أجلها الشعوب، وتحاول أن تبين تحدد ترسم حدود العلاقة من جديد. هذه هي الإشكالية. أيضا لأن أيضا الصورة هذه جمعت بين الإصلاح العقائدي والإصلاح السياسي. أفضل ما يمكن أن قدمتهم قصة موسى وفرعون الذين يدخلون السلطة بمنطقة التجربة والخطأ، تبين لهم هذه الصورة أن هنالك تجربة سابقة بين جبهة الحق والباطل كما ذكرت أستاذة، ولكن تعصمهم من تجربة والخطأ وتنقلهم إلى أن السياسة لها مجموعة من القواعد كما أن الصراع مجموعة من القواعد. الذين يتعذرون بمنطقة التجربة والخطأ لأنهم أغرار على السلطة وعلى الإصلاح، عليهم أن يفهموا قواعد هذه الصورة لأنها تبين هنالك قواعد في الاجتماع التي حكمت. على كل حال المروانيين في الدولة الأموية يعني وصلوا إلى الحكم، عندما نلاحظ سياسة عبد الملك بن مروان نجده تصرف في منطق قواعد في الحكم سابقة موجودة تمثلت إليه وتشكلت، وليس هو في كل مرة إما يصطدم بالدولة وإما يصطدم بالمجتمع أو يصطدم بالطوائف وبالأقليات. فهذا هو أهم وفرته هذه الصورة، وشكرا على بحثك وبحث الأخوة. دكتور تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الدكتور قندوز ماحي من جامعة تلمسان من الجزائر، أشكر الإخوة هذه الاستضافة الكريمة الطيبة. في عندي ملاحظتين. الملاحظة الأولى، كنا نتمنى أن نستمع لمداخلة جهود علماء العراق في خدمة التراث الإسلامي في حقل التفسير في القرن الرابع، حتى نعرف أو نطلع على الإنتاجات العراقيين أو علماء العراق في مجال التفسير. ونحن قد تطرقنا في كما تفضل الأساتذة قبلنا أو قبلي إلى محاضرة لعالم واحد وهو الشيخ ملا محمد الجلي الكردي. كذلك وجه السؤال للأساتذة الذين ألقوا المحاضرة، ما هي الإضافات العلمية التي قدمها الشيخ ملا محمد الجلي الكردي في علم التفسير؟ هل كان تفسيرا يعني إصلاحيا بمعنى أنه كان يتطرق للمسائل العامة، أم أن هناك إضافات علمية في باب التفسير قدمها؟ وشكرا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. دكتور باسل أكرم الناصري. العفو، سؤالي للدكتور محمد عبد الكريم ياسين، تحدث عن الملا عثمان الموصلي، كان يعني المفروض أن إضافة إلى الملا عثمان كان أديبا وكاتبا وشاعرا، ولكن كان ضليعا في علم المقامات، وكل المقامات التي تقرأ في الموالي والاحتفالات الدينية كان هو سبب في يعني إعدادها. يا حبذا كان تضاف هذه الفقرة إلى البحث. كثير من الأشعار اليوم في الاحتفالات والموالي الدينية كلها مصدرها الملا عثمان رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لكل الإخوة الباحثين على هذه البحوث القيمة. أنا فقط ملاحظتين لاستكمال بعض المعلومات ولإفادة المؤتمر والباحثين بشأن الشيخ محمد الجلي الكردي رحمه الله، منهجه في التفسير ومنهجه الإصلاحي. أريد فقط أن أزيد، وهذا أكيد موجود في بحوث الإخوة، كان له جانب تجديد مهم في علم أصول الفقه، وكتابه المصقول في علم الأصول من أفضل ما كتب في علم الأصول في القرن العشرين، ولكن لم يكتب له الانتشار، طبع متأخرا في العراق، طبعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في عام 84 أو 85، وهو موجود ويحتاج إلى إعادة عناية وطباعة. وأنصح الإخوة، هناك باحثان في المؤتمر يكتبان عن التجديد في علم الأصول عند علماء العراق، بأن يضيفوا الشيخ الجلي الكردي كواحد من المجددين في علم أصول الفقه. وفقط ملاحظة أخرى، وهي طرفة تتعلق بالشيخ عثمان الموصلي رحمه الله، فكما كان قارئا وأديبا وعالما ومؤلفا وكتبيا، كثيرة هي الفنون، كان في إسطنبول وكان يقرأ القرآن والمواليد في أحد المساجد، وكان له موعد مع بعض أصحابه على ساعة معينة، فجاءوا إلى المسجد فأعلموه بأصواتهم بلهجتهم العراقية أنهم في المسجد، وهو لا يراهم يسمعهم لأنه ضرير، والوقت تأخر، فعلى نسق القراءة في المولد رنمها أيضا بلهجة أخرى، نسيت الأسماء لكن سأقترح أسماء، يا موسى يا أحمد سنخرج بعد قليل. يقول الأخوة الأتراك لا يعرفون أنه كلم أصحابه، وفعلا خرجوا إلى الموعد. فهذه طرفة من طرف كان أيضا طريفا. بارك الله فيكم والسلام عليكم. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. شكر موصول للجميع بلا استثناء، وأمتعونا وشنفوا مسامعنا، جزاهم الله كل خير. أنا كنت كتبت في الفترة الأخيرة كتابا بعنوان نظرية النقد الفقهي معالم وضوابط، مما ذكرته في تعريج هذا الباحث أن بعض الكتابات خالية من التفكير النقدي، وتطرقت لبعض الأطاريح والرسائل العلمية التي تبحث كذا عند شخص فلان وكذا عند فلان، وأنها لا تضيف شيئا. هذا الذي نخشاه من بعض الأبحاث والدراسات. فلذلك أنا شخصيا كتبت عن الإمام الفراهي، الإمام الفراهي حميد الدين أو عبد الحميد الفراهي، وجهوده في خدمة القرآن وعلومه. الجوانب المضافة لابد أن يشدد عليها في مثل هذه الدراسات، ومنها استلهمها من الشيخ أبي حامد الغزالي في كتابه المقصد الأسنى في شرح الأسماء الحسنى، دائما حين يختم الشرح شرح اسم من أسماء الله الحسنى يقول: وحظ العبد منها ينقلنا من الشق النظري الصرف إلى الشق العملي، وهو المطلوب. حين أدرس شخصية علمية أتساءل هذا التساؤل: فما حظ الباحث، فما حظ عالمنا وعصرنا وواقعنا وطلاب العلم من هذا، حتى تكون خميرة للنهوض. فلذلك لابد من التركيز على مفتاح الشخصية أو الجوانب المجهولة أو القيم أو الجانب النقدي لمثل هذه الأعمال العلمية. بورك فيكم. جزاكم الله خير. شكرا جزيلا.
إذا لا يوجد من داخل حتى نرجع إلى الأخوة الباحثين للإجابة على الأسئلة قبل أن نرفع هذه الجلسة. بالنسبة لسؤال الدكتور عميد كلية الشريعة جزاه الله خيرا بما يخص ملة عثمان الموصلي، لو كان يفضل أن ينقل إلى المحور الذي يخص علوم اللغة العربية. ملة عثمان الموصلي يعني أحدثكم عنه، الذي يميز بحثنا في هذه النقطة أن الذي يتحدث اليوم عن ملة عثمان هو أحد أحفاده، يعني فيعني هذه أول مرة بعد وفاة هذا العالم الجليل بعد ما يقارب 95 سنة يأتي أحد أحفاده يتكلم عنه. الرجل هذا يعني ما يتميز به أنه عالم موسوعي، يعني والتحدي الذي كان يواجه ملة عثمان الموصلي أنه كان فاقد البصر منذ كان طفلا، يعني وسؤال أنه هل له مؤلف خاص؟ سأجيب فيما يخص اللغة العربية، الرجل كان محققا، حقق ديوان الشاعر العراقي عبد الباقي العمري، ونحن نعرف علم التحقيق يحتاج إلى أن يكون الباحث أو العالم ملما بكثير من علوم اللغة العربية. لكن الذي اشتهر به ملة عثمان الموصلي في العراق وفي العالم الإسلامي هو قراءته للقرآن الكريم، والميزة التي امتاز بها حدثني بها خالي رحمه الله نقلا عن ملة عثمان الموصلي، يقول أن علم القراءات في مدينة الموصل في زمانه أوشك على يعني أن يتوقف، لأن كانت العلماء تتوفى ويعني بقي الذين يحملون علم القراءات كما نعرف الإجازة على القراءات السبعة والقراءات العشرة والقراءات الأربعة عشر المتواترة. فانتبه ملا عثمان الموصلي إلى هذه النقطة أن حملة هذا العلم بدأوا يعني يندثرون، فأخذ معه جدي قاسم، أنا اسمي محمد عبد الكريم ياسين قاسم، فأخذ معه جدي قاسم وذهب إلى مصر، سمع أن هناك امرأة تجيز القارئة على القراءات الأربعة عشر، فذهب إليها، وهذه عندي فيها سند عن خالي رحمه الله، ذهب إليها وسكن في مصر، وفيها أيضا طرفة، يعني وعذرا يعني إذا أطلت عليكم، البحث يعني بحث واسع، يعني لا أستطيع أن نغطي في خلال عشر دقائق كل ما كتبنا في البحث. فذهب إليها والتقى بها، وكان سبحان الله يحدثني خالي يقول جلس ملة عثمان الموصلي في بيت قريب منها وسمعت بقدوم ملة عثمان، ولكن لا تستطيع أن تقول له تعال عندي أو هو يذهب إليها، فبدأوا بطريقة الألغاز، يخاطبها عن طريق الألغاز وهي تسمعه، فبدأ ملة عثمان يقرأ القرآن بصوت عالٍ ليخبرها أنه قد وصل إلى مصر، فسمعت به، فكان عندها طفل صغير فقرصته، هكذا يحدثني خالي رحمه الله، فبدأ يعني يصرخ الطفل، فقالت له بصوت عالي تريد أن تسمع ملة عثمان، سأقولها باللهجة الموصلية وأقولها بالفصحى، تسكت لو أجي أقوم أشققك مثل ما ملة عثمان أشقق القرآن، يعني قالت له إذا ما تسكت سأقوم أمزقه كما ملة عثمان يمزق بصوته القرآن الكريم. فيقول لي خالي رحمه الله ملة عثمان قال لجدي قاسم قال له قم هي عصيحنا، يعني قال له قم هي تنادينا، وذهب والتقى بها وأجزته على القراءات الأربعة عشر وعاد بها إلى الموصل. هذا من جانب أنه عالم في القراءات، وكذلك الأثر الذي نقله إلى العراق. وفي ما يخص الأستاذ الفاضل عن يعني في المقامات كلها يعني له باع طويل وهو يعني علم فيها وموجود هذا الكلام في البحث، لكن الوقت لم يتسع لي خلال عشر دقائق أن نطرح كل ما عندنا. جزاك الله خير. جزاك الله خير. بالنسبة للأستاذ محمد الجليل لا يوجد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبة لاسم التفسير الشيخ أنا الغالي كتبت اسم التفسير على البروجيكتر ومكتوب أيضا هو باللغة الكردية تفسير كردي لكلامي خداوندي، تفسير كردي لكلامي خداوندي، أحببت أن تراه شيخي، وصورة التفسير كذلك عشر مجلدات هي موجودة. وهذه هي صورته، هذا هو اسم التفسير، تفسير كردي لكلامي خداوندي، وباللغة العربية
التفسير الكردي في كلام رب العالمين. وبالنسبة لأن هذا الشخص الغالي أو هذا الشيخ المفسر لا يمكن أن نعطي حقه، وقد كتبت عنه 11 رسالة ماجستير وثلاثة تطريح دكتوراه في داخل العراق وخارج العراق. وبالنسبة للإضافات العلمية يا شيخي، هذا التفسير يعد تفسيرا، تفسيره ترجم للعربية، ترجم للغة العربية. نعم هسه مترجم، الوالد ترجم إلى اللغة العربية ولكن مخطوطة، هذه هي المخطوطات. إن شاء الله أدعو لي أن يوفقني الله سبحانه وتعالى أن أقوم بالبقية. فالإضافات العلمية، هذا التفسير يعد تفسيرا علميا إصلاحيا فكريا عقديا، يعني كيفما تشاء، ربما يكون لك يعني في تفسيري في كيفما تقول، فهذا التفسير يعد جامعا وموسوعيا في قضية المسائل العلمية. فمثلا يقول في علم الهيئة، هناك مناظرة بين شخص ويقول بأن علم الهيئة، فيقول له أي علم تدرسونه، ويذكر بأنه علم الهيئة علمان، وتبدأ المناظرة بين الشيخ الجلي وهذا الشيخ، يقول علم الهيئة علم واحد، فيذكر مسائل علم الهيئة ومسائل الحس المشترك ومسائل الحواس الباطنة وحواس الظاهرة، حيث يذكر بأن الحس المشترك يأخذ المعلومات ويختزن المعلومات من الخيال في حال المنام، أما في حال يقضي يأخذ من غيرها، فهذه مسألة لم يتطرق إليها أحد من سابقه. وبالنسبة لأستاذ المصقول في علم الأصول، إلا وأن أكون مخطئا، فقد حقق هذا الكتاب الشيخ الدكتور فائز في كليتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور سدر، على نفس الموضوع إذا في شيء إضافة في الجانب الإصلاحي. أما بالنسبة لتفاسير الكردية، فالعلماء الكرد أكثريتهم كانوا يكتبون باللغة العربية، حينما يؤلفون باللغة العربية سابقا، ولكن في هذه السنوات الماضية أو في مثلا من التسعينات، من بداية التسعينات، بدأ تأليف باللغة الكردية لحاجة الناس إلى اللغة الكردية، الكرد منهم من لا يجيد اللغة العربية، فبدأوا يكتبون باللغة الكردية أيضا بالإضافة إلى اللغة العربية. أما الملا او الشيخ، انا قلت الملا، الاستاذ امير قال الشيخ، فالملا نحن الكرد حينما يسمون العالم الدين الملا، هذا تقديرا له وتبجيلا له، فنعم لقبنا ملا للعالم الذي ياخذ الاجازه العلميه يقال له ملا. اما جمع بين البحثين، فأنا لم أكن أعرف بأن هناك من يكتب عن الشيخ الجلي إلى بعد أن جاءت الموافقات على البحوث، فلم نكن نعرف من لا هو يكمل. نعم. أحدهم الآخر. نعم. يعني ثم الشيخ أميد كتب عن منهجه في التفسير. نعم. وأنا كتبت عن نعم الإصلاحي، منهج الإصلاحي في تفسيره أجمعين. أما في بالنسبة لي مخطوطاته أو كتبه، فهناك له كتب كثيرة في بعض العلوم. أنا كنت مشرفا على في جامعة كويا، كنت مشرفا على مركز الدراسات في جامعة كويا، على المكتبة المركزية، وكان هناك كتبه أو مخطوطاته محطوطة في المكتبة المركزية. بعض هذه المخطوطات، بعض هذه المؤلفات حققت من قبل طلاب دراسات العليا، ماجستير أو الدكتوراه، وبعضها بقيت مخطوطة لحد الآن، وأكثرها باللغة العربية. شكرا جزيلا. في ختام هذه الجلسة أتقدم بالشكر لجميع الإخوة الباحثين، وأقدم على شكري هذا اعتذاري منهم لتقييد حريتهم بالوقت، لكن هذا ضروريات العمل وهي ضريبة رئاسة الجلسة، يعني يكون مذموما من يتصدر لرئاسة الجلسة. أشكر جميع الإخوة الحاضرين، وأخص بالذكر كذلك الإخوة الباحثون الذين تنازلوا عن وقتهم عن عرض بحوثهم في هذه الجلسة، الدكتور عثمان راشد مجيد المحمدي، والدكتور عمر فريد النقيب، والدكتور عبد المنعم جمعة صالح. كما أكرر الشكر لجميع الإخوة الحاضرين، وعلى أمل اللقاء في جلسات قادمة كما هو موجود عندكم في البرنامج. أستودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.